ايه اسوأ من انك تقتل نفسك وانت عايش؟ مش قصدي انك تقتل نفسك جسديا، انا قصدي فكريا انك تقتل نفسك من جوه. ففي الفيديو ده انا جايب لك 4 حاجات ما تعملهمش عشان هم دول اللي هيخلوك تقتل نفسك من جوه. يلا بينا. ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب كروب خير. انا كريم عيفة بقدم محتوى لايف ستايل ومتعرفش يا سبيكر، ادخل كده خد لك لفه ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. اول حاجه انك تقارن نفسك بحد، دي حرفيا حرفيا ممكن تدمرك من جوه مش تقتلك. بس ده معاه فلوس اكتر مني، ده شكله احسن مني، ده العربيه بتاعته اغلى من بتاعتي. والمفروض ما تاخدش الموضوع بالمنظور ده. لو انت فعلا عايز تقارن نفسك بحد فهو تقارن نفسك بنفسك. دايما بقول لسويلم صاحبي احنا اتطورنا جدا، بص صورنا وبص شخصيتنا وبص الحاجات اللي كانت معانا من سنه او من سنتين، وبص دلوقتي احنا بنعمل ايه ومعانا ايه وشكلنا عامل ازاي وجسمنا عامل ازاي. اللي هو عموما انت المفروض بتطور نفسك، المفروض بتقارن نفسك من سنتين كنت ايه ودلوقتي كنت ايه. لو انت فعلا لقيت فعلا ان في تغير ملحوظ وفي فعلا حاجه حلوه بتتحسن يبقى انت كده ماشي في الطريق الصح. لو ما لقيتش ان في تغير خالص او اصلا انك فعلا في النازل فهنا يبقى في مشكله. وممكن تعمل الحركه دي دلوقتي على فكره، ممكن توقف الفيديو وتروح على جوجل فوتو او تروح المكان اللي انت بتروح بتحط فيه الصور وتشوف صورك من سنه او من سنتين كانت عامله ازاي ودلوقتي بقيت عامله ازاي. لو لقيت في تطور يبقى على كده ان انت ماشي في الطريق الصح، لكن لو ما لقيتش في تطور او الأسوأ انك نازل اصلا فهنا يبقى فعلا في مشكله ولازم نحلها مع بعضينا. تاني حاجه الغرور. الغرور ده هيدمرك من جوه قبل ما يدمرك من بره. دايما انت مغرور، شايف الناس كلها تحت منك، فتلقائي الناس مش هتعرف تتعامل معاك او مش هتبقى حابه ان هي تتعامل معاك، فالناس هتبعد عنك، فهتلاقي نفسك ان انت لوحدك، ففي الاخر هتنتحر. هي طبعا مش بالسهوله دي، هي بتبقى في تدرجات. يعني بتلاقي نفسك ان انت مكتئب، محدش مصاحبك، محدش بيكلمك، بقيت لوحدك. اكتئاب هيجيب انك تقعد لوحدك في الاوضه وانت قاعد لوحدك، هيجي لك افكار انتحاريه، تاخد الخطوه في الاخر هتنتحر. طب وانت ليه كل ده؟ ما تبقاش مغرور. تالت حاجه وهو كون ما عندكش رضا. ده اطول مني، ده شكله احسن مني، ده الفكره بتاعه احسن مني، ده صوره على الانستجرام على السوشيال ميديا احسن بكتير مني. طيب عشان نبسط الحوار ده، في حاجات مش هينفع تغيرها وفي حاجات هينفع تغيرها. الحاجات اللي مش هينفع تغيرها زي طولك، انت دلوقتي وصلت 18 19 20 سنه، وصلت لطول معين، هو ده طولك ولازم ترضى بجده، مش لازم تقول ده اطول مني والكلام ده. وتاني حاجه شكلك، هو شكلك جده، ربنا خلقك جده، فانت ليه تقول ده شكله احسن مني؟ فالحاجات دي مش هينفع تغيرها. والحاجات اللي هي تنفع تتغير او ينفع ان انت تطور منها، ان طريقه تفكيرك ممكن تطورها، نجاحك ممكن تطوره، صورك على السوشيال ميديا ممكن تطورها. واحنا عملنا فيديو على الحوار ده هتلاقيه هنا او هنا، ازاي تصور صور حلوه جدا على السوشيال ميديا بكاميرا الموبايل. فلو في حاجه انت فعلا مش راضي عليها فالمفروض تبقى تفكيرك ونجاحك وصورك والحاجات دي ممكن تتطور عادي جدا، وفعلا عدم الرضا ده ممكن يخليك فعلا تطورها وتشتغل عليها اكتر لحد ما تكون راضي عنها. وده ينقلنا للموضوع الرابع، كل حاجه زفت، محدش بيدعمني، مفيش اي حد في ظهري، كل حاجه ضدي. لازم تعرف ان حياتك دي لازم تطورها وتشتغل عليها كويس جدا، ولازم تعرف كمان ان الحياه دي لازم تحمد ربنا وتشكره على الحياه اللي هو اداها لك دي. في ناس ثانيه مريضه، يا رب طبعا يعافيني ويعافيكوا، بامراض بتتمنى بس ربع او نص الحياه اللي انت فيها دي وهتعمل حاجات اكتر منك. فلازم تشكر ربنا على الحياه اللي هو اداها لك. لازم تعرف وتقتنع انك فيك حاجات كتير جدا حلوه، انت كويس مش وحش. فلو في حاجه محتاجه تتغير او تتطور فهو تفكيرك او نجاحك، لكن شكلك او طولك في حد هيتقبلك بجده. انت لازم تقتنع فعلا انت شكلك حلو، انت طولك جدا مناسب ليك، انت كلك على بعضك جدا، انت مناسب لنفسك. فاللي هيتغير فعلا هو تفكيرك ونجاحك، مفيش حاجه تانية هتعرف تغيرها، عشان انت المفروض تكون راضي بالحاجات التانية دي. الخلاصة اللي انا عايز اوصلها لك، انت كويس، انت اشيك واحد، انت احسن واحد، انت اوسم واحد في المكان اللي انت هتكون فيه. وقبل ما انهي الفيديو، في حاجة واحدة بس لو خسرتها مش هتعرف تعوضها عمرك كله، نفسك. لو خسرت نفسك والله ما هتعرف تعوضها العمر كله. بس كده وده نهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي، كده هيجيلك اي ابديت في حياتي. وشكرا جدا طبعا على الدعم الخرافي اللي بيحصل على اليوتيوب، احنا دلوقتي وصلنا ل 2500 سبسكرايب، فشكرا جدا. طبعا اعمل منشن لصاحبك عشان يتفرج ودعموني، عشان اللايك والشير والسبسكرايب كل ده بيدعمني طبعا. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم. We'll be right back.